الخبر التالي بعنوان الزراعة تعلن حالة الطوارئ وعمليات استكشاف الجراد مستمرة. تجددت المخاوف مرة أخرى بعد ظهور مستعمرات الجراد المغربي في منطقة بني غازي الليبية خشية عبورها الحدود المصرية، مما دفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاتخاذ العديد من التدابير الوقائية عبر إرسال فرقتين للاستكشاف والمكافحة على الحدود في السلوم ومرسى مطروح، فضلا عن تجهيز 55 وحدة للمكافحة، كما تم تجهيز 30 طنا من المبيدات للمكافحة الآمنة، كما انطلقت فرقة المكافحة المصرية لتمشيط الحدود المصرية الليبية مستعينة بالسيارات دفع رباعي للاستكشاف والمراقبه في الاماكن الوعره. ها شيء جميل جدا 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 ان احنا نعمل او ناخذ احتياطاتنا قبل تفاقم او وقوع المشكله، لقيت كل يعني الجهات تقتضي بوزاره الزراعه اللي هي قايمه بدورها الحمد لله رب العالمين في التصدي لمثل هذه الظواهر ممكن تسبب الكثير من الاضرار. طيب يعني ناخذ اخبار او يوضح لنا هذا الخبر المهندس سلامه عبد الرحمن درويش وكيل وزاره الزراعه بمحافظه مطروح. باشمهندس السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. يعني كلمني عن يعني التجهيزات او الاستعدادات التي قامت بها وزاره الزراعه، وهل هذه الاستعدادات يعني قادره على القضاء على هذه الظاهره او دخول مثل هذه الحشرات ارض الوطن لا قدر الله؟ ان شاء الله احنا على مستوى الجمهوريه في محطات بتاعت مكافحه الجراد، احنا عندنا محطه في مرسى مطروح بيتبعها محطتين، واحده في السلوم على الحدود الغربيه وواحده في منطقه سيوه. نعم. احنا سمعنا الخبر ده مجرد انتشر الاسبوع اللي فات. نعم. حصل يعني استنفار لكل الاجهزه بتاعتنا ودفعنا بثلاث لجان لمنطقه السلوم. نعم. ولجنه منطقه سيوه وعشان نرصد اي حركه للجراد. هو اللي احنا عرفناه ان الجراد اللي هو قالوا انه في منطقه بنغازي جراد مستوطن وليس جراد صحراوي اللي ممكن يعني ينتقل من مكان لمكان. نعم. ومع ذلك خدنا جميع الاحتياطات بتاعتنا وبالتنسيق مع الوزاره، ودفعت لنا برضك يعني رئيس الاداره المركزيه للمكافحه جيب نفسه مشكورا المهندس محسن عبده، واشرف على عمليات الاستعداد بتاعتنا كامله، قاعده الجراد فيها المدير بتاعها الاخ احمد يوسف، وطلعت اللجان في سي وزي ما انا قلت لحضرتك والسلوم، والوضع مطمئن ان يعني ما فيش اي حاجه على الحدود، ومع ذلك ما نستمر اللجان الى الان، وان احنا ما عندناش جراد دخل من ليبيا خالص يعني. الحمد لله رب العالمين. انا بحييكم يا فندم وبحييكم على مجهوداتكم وبتمنى لكم التوفيق. بشكرك جدا باشمهندس سلام عبد الرحمن درويش وكيل وزاره الزراعه بمحافظه مطروح.